الفيلا للدبابة 62 حولين الكبسولة و استعملها في التفخيخ، عرفت؟ إلى منطقة قنفوذة أو جنفوذة كما يطلق عليها الليبيون، هي واحدة من أكثر المعاقل التي كان يتحصن فيها تنظيم داعش. ليس هناك إلا الخراب والموت. اختفت رائحة البيوت وحلت محلها رائحة الجثامين. غابت السكينة وحل محلها صمت القبور. حلت الدماء والخراب، دماء الشهداء من الجيش والمواطنين الذين التحموا مع قواتهم المسلحة ككتلة واحدة ضد كل التنظيمات والميليشيات الإرهابية. قنفوذة، وهي أقرب لأن نطلق عليها حلب الليبية. ليس هناك أي بيت أو منزل سليم. حجم الأسلحة التي تبقت بعد هروب تنظيم داعش وميليشيا الدروع يشير إلى تورط أجهزة دول أجنبية أمدوا الإرهابيين بأحدث الأسلحة. احنا موجودين هنا في منطقة قنفوذة. قنفوذة واحدة من أهم الأماكن اللي حصلت فيها معارك شديدة الشراسة في مدينة بنغازي. فقنفوذة المعارك اللي تمت هنا وتحديدا في المنطقة اللي احنا فيها دي، من الواضح انه كانت مجموعة الاشتباك من قبل الجيش الليبي هي مجموعة أشبال أبو حليقة أو كتيبة أبو حليقة أو كتيبة الموت إلى آخره من أسماء احنا حاولنا ان احنا نعرفها من الضباط والمجندين الليبيين. العربية اللي احنا شايفينها هتلاقي مكتوب عليها كلمة دقمة أو بالمنطوق الليبي دقمة وجنبها خطر. فهمنا يعني ايه دقمة، وعرفنا انها لفظ دارج في اوساط المتطرفين، ومنها اصبح لفظ دارج موجود للأسف الشديد في الوسط الليبي، معناها انه هذه السيارة مفخخة. فلو السيارة دقمة إذا دي سيارة مفخخة. بعد كده مجموعة المهندسين العسكريين نزلت المنطقة دي اللي هي منطقة قنفوذة، وبدأوا يعملها عملية تطهير من الألغام والمساطر لو صح التعبير، أو حساسات التفجير اللي بتبقى موجودة سواء إذا كان في المباني أو تحت العربيات أو جوه العربيات إلى آخره. المنطقة هنا كان مسيطر عليها تنظيمين تحديدا، تنظيم داعش وتنظيم تاني اسمه الدروع. الدروع كانت مجموعة من المجموعات الثورية اللي شاركت في ثورة فبراير 2011، لكن للأسف الشديد انضمت للمجموعات المتطرفة. أنصار الشريعة بالأساس هم انبثاق من تنظيم القاعدة، لكن هنا تحديدا كان موجود داعش وموجود مجموعة الدروع. خليكم معانا بتوقيت القاهرة على أون لايف، معاكم يوسف الحسيني. في قنفوذة تحصنت الجماعات الإرهابية بالضاحية السكنية، مستغلين العائلات والأسر الموجودة كدروع بشرية لإعاقة أي هجوم من القوات المسلحة الليبية، والتي بادرت بدورها في البداية لطرح مبادرة لإخراج العائلات والمرضى والجرحى تحت إشراف المنظمات الحقوقية الدولية وأعيان بنغازي والهلال الأحمر. لكن الجماعات الإرهابية رفضت المبادرة وأعاقت كل الجهود لإخراج المدنيين من أي مواجهة مفتوحة للقتال. احنا هنا واقفين في منطقة اسمها طريق الهرابة، دي في قنفوذة او جنفوذة زي ما بيطلق عليها الليبيين في بنغازي ليبيا. المكان اللي احنا واقفين فيه ده لو حضراتكم بصيتوا في الخلفية بتاعتي هتلاقي فيه اوناش بنا كرين كبيرة جدا، دي منطقة اسمها الـ 12 عمارة. المنطقة دي هي منطقة التمركز الوحيدة الباقية تحت سيطرة تنظيم داعش في غرب بنغازي، المنطقة الوحيدة الباقية. طيب الجيش لسه ما دخلهاش ومرضيش ان هو يدكها لا بالطائرات ولا بالمدافع التقيلة، نظرا لان تنظيم داعش بيستخدم الكتلة المدنية اللي فيها كدروع بشرية، والجيش رافض الاقتحام علشان ما يعرضش المدنيين لاي خطورة. قريبا بإذن الله هيتم تحريرها، وده هيبقى التكتيك بتاع الجيش بطريقته وبأسلوبه. لو حضراتكم لاحظتم كمان هتلاقوا انه في عربية ورانا، ويمكن دي احنا هنحاول نقرب عليها، مكتوب عليها الشرطة الإسلامية، لانه المنطقة بالكامل كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، بيفرضوا عليها وصيتهم، بيفرضوا عليها قوتهم، قوانينهم الخاصة وطريقة الحكم. طبعا ده بخلاف السلب والنهب وأسر الكتل المدنية واستخدامها كدروع بشرية زي ما كنا بنقول قبل كده. معاكم يوسف الحسيني بتوقيت القاهرة. On live.